يا هلا ومرحبا اصدقائي، شكرا ان شاء الله بخير. اليوم فيديو جديد، واليوم الفيديو كيف عمل جيل بريك للايفون وتنزيل برنامج سيديا. اول شيء اصدقائي راح نحتاج هذا الملف الرار، تلقون رابط تحميله جوا بالوصف، وملف تشيكرين هو راح تستخرجونه، نضغط عليه استكراك هير وراح تستخرجونه. راح نحتاج برنامج رافس اعتقد اسمه، هذا لحرق الملف على الفلاش. دائما نشرح عنه قبل من حرق الويندوز او هيجي. اول شيء اصدقائي ركبوا الفلاش، لازم نحتاج فلاش يكون حجمه 500 ميجا او جيجا حجمه حسب امكانيتك اللي عندك. نركب الفلاش، ورا ما ركبنا الفلاش اصدقائي نطبع على برنامج رافس، نضغط عليه، ننتظر، نضغط يس، راح يطلع لنا على الواجهة، نضغط على سيلكت، ننتظر شوية ونروح على ديسكتوب، عند جوا هذا هو الملف تشيكرين، نضغط عليه، نضغط على اوبن، راح يطلع لنا هاي الواجهة. راح نخليه NTFS، نخليه NTFS والاسم اي اسم يسموه، انا راح اشوفه على هذا الاسم او هيك شيء اخليه ماكو. واهم شيء تخلونه MBR، لا تخلوه GPT عمود يصير الاقلاع اصدقائي. نضغط على ستارت ليس، راح يسوي حرق على حرق الملف، نضغط على اوكي راح يبدا حرق الملف. ننتظر شوي اصدقائي، رجعنا لكم اصدقائي من جديد. هسه ركبوا الفلاش، هذا الفلاش اللي حرقنا بيه نسخة الجيل بريك عليه، نربطه باللابتوب او البي سي اذا عشان عندك. نشغل اللابتوب وندوس على F12 حسب البوت اللي عندك. انا هنا اصدقاء خال باسورد البايوس، فراح افتح الباسورد مال البايوس. هنا نطلع لكم هاي الشغله، لان انتم ما عندكم باسورد بايوس، بس نختار يو اس بي، راح يطلع لكم هاي الواجهه. نضغط على انتر، ننتظر اصدقاء شويه لحد ما يحمل الملفات. اوكي قد عدنا هسه اصدقائي، ننتظر لحد ما يقلع. اوكي اصدقائي هسه قد عدنا، هنا عدنا هنا قائمه الاوبشن والستار، نضغط على الاوبشن ونروح على اول خيار لو اي او اس واي بود والتي في. هنا اصدقائي لازم تفعلون اول خيار كلش مهم، نضغط على انتر، ننزل اصدقائي جوا ونضغط عليه باك. هسه اصدقائي انا عندي هذا الايفون، راح اربط الايفون، ربطت الايفون، ولا ما اربطه اصدقائي اروح على قائمة الستار، هذا هو، روح على ستار ونضغط على نيكست، راح يصير هيك اصدقائي شوفوا، ننتظر، راح يحولنا على قائمة الدوف مود، ننتظر شوية مثل ما تشوفون اصدقائي حولنا على قائمة الدوف مود. اي ديفايس از نو ريكفري مود، حولنا. هسه اصدقائي نضغط على ستارت ونضغط على زر الهوم وزر السايد بوتن، نضغط هيك اصدقائي ضغطه نوب نوخر ايده، نضغط على زر الهوم مدة 10 ثواني لحد ما يعطينا الجيل بريك، ننتظر. اوكي اصدقائي تم معانا الجيل بريك بنجاح. هسه اقول لك رايت بيفور اصدقائي، ننتظر شويه مثل ما يشوفون اصدقائي تم عمل الجيل بريك بنجاح. اصدقائي ثبت عندنا برنامج جيل بريك. هسه ندخل على الجيل بريك، راح يطلع لكم هذا السي دي، اذا تضغطون عليه راح يقول لكم انستال. انا هنا طلع لي انستال سي دي لان اني مثبته من قبل بجهازي. ولا تنسوا اللايك والمتابعه، ومع السلامه.